السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم مع وصفة لزيادة الوزن اللي طلبوها مني الكثير الكثير من المتابعين والمتابعات ديالي. وصفة اللي هي طبيعية 100%، رائعة وكتزيد الوزن بشكل سريع. كتلاحظي الفرق، كتعالج فقدان الشهية، يعني كتحل لك الشهية ديالك. المكونات ديالها رائعة وكل عشبة عندها الخواص ديالها، عندها الفوائد ديالها. فإذا نبدأ على بركة الله. وهذه المكونات يمكن لك تزيد عليهم مكونات اختيارية من عندك. إذا أول حاجة عندي الصوجة اللي هي نقية ومحمرة، عندي إيلان معروف الفوائد ديالو، عندنا في المغرب كيجبر العظام شحال من حاجة. إيلان حتى هو محمر. عندي اللوز، وهنا المكسرات كتبقى اختيارية. انا عندي هنايا الزبيب، يعني يمكن لكم تزيدوا الكركاع، على كاجو، اي شيء من المكسرات. عندي هنايا الفوة اللي هي علاج خطير 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 جدا لفقر الدم، يعني كيعالجو نهائيا وكيحل الشهية. عندي هنايا زرعة الكتان، هي المكون الوحيد اللي ما غاديش نحمر، وانما غادي نطحنها خضراء فقط، نكتفي بانني ننقيها. عندي هنايا النافع على حسب الحلاوه، وعندي هنايا الزنجلان، فالزنجلان حتى هو كيغلط يعني بشكل غير طبيعي. وعندي هنايا زريعه الفصه، ما نسميها المكون السحري اللي هي زريعه الفصه، كتزيد في الوزن يعني بشكل رائع، حتى هي تنقيها واخا فيها شويه الخدمه. بنات الفصه غادي تلقاوها عند العطار، اي عطار، يعني 5 دراهم كافيه. عندي قرعه ديال الشوكولات، يكون شوكولات اسود، يعني ما يكونش اسود وابيض مخلط او شي حاجه، يكون اسود. و الشوكولات كيبقى اختياري، يعني اي ماركه بغيتو. عندي هنايا سليلاك ديال القمح اللي معروف زياده الوزن عند الاطفال الصغار. اذا هذه هي الوصفه، انا ديجا نقيت كل شيء حمرته، دابا غادي نطحنهم. غادي ناخذ معلقه من كل مكون غنطحنو، وغادي نغربلو مزيان، يعني بحال غادي ديرو سفوف او سلو كما كتقولوا، ولا الزميطه ثلاثه الاسماء. المهم ناخذ معلقه من كل مكون، غادي نطحنهم نغربلهم مزيان، ونخليكم مع الفيديو. اذا انا هنايا من بعد ما طحنت المكونات ديالي كامله، جات بحال الزميطه، فانا غادي ناخذ خديت معلقه معلقه من كل حاجه كما سبق وقلت لكم، انما الزبيب درت منه 2 المعالق ونصف، يعني اختياري ديروا معلقه، ويمكن لكم اصلا تانيوليوه ما ديروش، غير هو بالفعل كيغلط، يعني يمكن لكم تعوضوه بالتمر، كاع الحاجه اللي هي حلوه كتغلط. فاذا هنايا غادي نزيد سيليلاك معلقه ايضا، وغادي ناخذ القرعه ديال الشوكولات ديالي وغادي نديرها كامله في هذه الانيه هذه، وغادي نخلط مزيان مزيان حتى تجانس ليا المكونات. يمكن لكم تستعملوا الايدي ديالكم لحقاش غادي يبقى يلصق لكم الشوكولات في المعلقه. اذا انا من بعد ما خلطت هاي المكونات ديالي، فكيجي على شكل العجين مرمل، يعني عجين للدهن يعني عادي جدا. فانا كنرجعوا للقرعه ديال الشوكولات، غنوضعوا فيها وغادي نخليه في الثلاجه، غنبقى نستعملو بعد كل وجبه، يعني نتوما غادي تستعملوه بعد كل وجبه، حذاري حذاري وتستعملوه قبل الوجبات، لان قبل الوجبات غادي يقهمك وما غاديش تقدري تاكلي، وانما خصك تستعمليه وراء كل وجبة. بالنسبة للناس، ملاحظة صغيرة فقط، بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش الشوكولات او ما كيبغيوش، فيمكن انهم يخليو المواد ناشفة ويديروا معلقة في كاس ديال الحليب وشربوه. نشط لي شي شوية. المهم كانت هذا هو فيديو ديال اليوم، وصفة ديال اليوم، وصفة مجربة.
انا دائما كنحط الوصفات المجربه يا اما مني اما من اشخاص قريبين ليا وشفت النتيجه بعينيا. فالمهم كنتمنى انكم ديروا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه، وانكم تضغطوا على الجرس الموجود اسفله باش توصلوا بكل جديد. الى اللقاء مع وصفه مجربه جديده طبيعيه 100%.